المشكل الأخير الذي اندلع بين مصر والمغرب وقيام المغرب بأخذ الكثير من الأماكن الإدارية في القاهرة، هذا يخدم يعني كثيرا الجزائر. علينا أن نذكرهم بالتاريخ ليعلموا هؤلاء بأن هزيمة روراوة لم تكن من لا من المغرب ولا من بلد آخر، هزيمة روراوة كانت من الجزائر. اليوم ما حدث مع لقجع في تلك السنة ليس بالضرورة يحدث هذه المرة. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نضحكوا شويه مع الاعلام ديال الكراغيله اللي خرجوا كيحسوا الكابا وكيشيتوا لواحد الاسم قديم، وهذا الاسم هو الحاج روراوه. اي يا خويا، هذاك اللي شدوا فوزي رجع بهدلو، جرى عليه من المجال الرياضي بصفه عامه في 2017، جرى عليه من الفيفا من الكاف وحتى من الفاف. خرجوا كيروجوا الاسم ديالو كيشيتوا ليه بمعنى الكلمه كيف ما غادي تسمعوا. وناض واحد فيهم وقال لك الا ما رجعش الحاج روراوه الاتحاديه الجزائريه غادي ترجع ب 50 سنه للوراء. الله الله الله، على اساس راه الاتحاديه الجزائريه هي الاولى في افريقيا ومسيطره في افريقيا وبنيه تحتيه رائعه وانديه جزائريه مسيطره في افريقيا. وناض الاخر قال ليه هذا المشكل اللي وقع ما بين مصر والمغرب وهذه السيطره ديال المغرب اللي دخل اعضاء كبيره مغربيه واللي باغي يحول المقر ديال الكاف، هذا الشيء راه في صالح الجزائر. مع غادي يدخل الحاج روراوه غادي يتصل بالاتحاديه الموريطانيه السودانيه الليبيه وغادي يدير تحالف لوبي وصافي، الحاج روراوه ولا وبوها في افريقيا. وقال لك هذوك اللي كيقولوا بان راه فوزي رجع هو اللي جر على الحاج روراوه، هذا الشيء كذوب. الحاج روراوه خانوه لوبيين جزائريين، خانوه من الداخل. انا هاد الهضره والله ما نقدر نقولها، لو كانت توقع عندنا هنا في المغرب شي مغاربه مثلا يخونوا مغربي ويبيعوه للجزائري والله تنغبر، ما نقدرش نقولها. ما نقدرش نقول بان راه المغاربه خانوا مغربي على ودي جزائري، وهما خارجين كيروجوا هاد الشائعات وكيقولوا بان راه فوزي رجع ما تفوقش على روراوه غير خانوه من الجزائر، وهما اصلا راهم شائعين في هاد القضيه ديال الحركه. ما راه علاش يبقاش فرنسا 132 سنه راه بالحركه كيبيعوا ولاد بلادهم وبلادهم بارخص الاثمان. ويمكن ثاني فوزي رجع باش يدور مع شي وحدين من تما عطاهم شويه فلوس. مالك الجزائري عندك تجي تكتب ليا في التعليقات اه حنايا اغنى دوله وكذا ما يقدرش يشرينا، انتوما اغنى دوله ومتفقين معاكم اغنى دوله في افريقيا ولكن راكم افقر شعب، لان الفلوس ديالكم مستافدين منها طبقه وحده هما الكبرانات، ما تبقى كلشي الضص. انتوما عندكم الضص وماشي عندكم البرجوازيه، عندكم الفلوس. البرجوازيه بزاف عليكم، شنو تقول لي شنقريحه برجوازي انت مريض. انتوما الضص اللي عنده الفلوس، الكبرانات واللي ما تبقى الضص. وكيف ما قلنا هذه غير شائعات، فوزي رجع تفوق بدبلوماسيه مغربيه حكيمه، لان ملي كتشوف الاصوات لان راه الاتحاديات هما اللي صوتوا 41 صوت مقابل 7 روراوه، هذا الشيء اللي خلى الحاج روراوه لانه كان داير فيها هو باطمان في الجزائر، كيقولوا انا عضو في الكاف، عضو في الفيفا، انا هو بوها في الجزائر. وتمرمد واحد التمرميده مع فوزي القجع ما كايناش، 41 صوت مقابل 7 راه خلاته يهرب من الفاف ما يوليش يدور. وهادو الاتحاديات كيصوتوا، يعني شنو هاد اللي من الجزائر غيمشيو عند الاتحاديات يقولوا ما تصوتوش على روراوه صوتوا على فوزي القجع؟ ما يمكنش، لان هادي غير شائعات. فوزي القجع اكتسح روراوه وهو غادي يولي يرجع وغادي يولي يصبنوا كيف ما صبن زطشي. نفكركم عاوتاني بزطشي شنو دار الاولى، عاش اسوأ نهار في حياته. ولا كتهضروا على داك مقر الكاف قلنا لكم حنا ما عندنا ما نديروا به، خليوه في مصر لان القرارات ولاو كيتاخذوا في الرباط، وإلا جبناه غادي نجيبوا غير الشوه لينا. ما عندنا ما نديروا بها، القرارات في الرباط والمقر في القاهره. وزيدوا نبحوا مزيان يا كراغيله، راه ما كنسمعوكمش، هزوا الصوت ديالكم، هزوا النيفو، هزوا الصوت ديالكم باش نسمعوكم. خليكم مع الاعلام ديال الجزائر، نتمنى تفعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. على رأس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، خاصة وأنه الإنسان هذا يعرف خبايا الكرة الإفريقية ولا حتى العالمية ولا حتى يعني الرؤساء الفيدرالية يعني الفيدراليات الإفريقية. لهذا راح نربح وقت كثير، يعني في حالة عدم ترشح هذا الإنسان أقول لك مرة أخرى سوف نتراجع بخمسين سنة إلى الوراء، وراح يكون هناك تقدم كبير بخطى عملاقة من المنافسين تاعنا ولا نقدر نسميهم الأعداء تاعنا. لهذا أقول مرة أخرى أنه ربما جاتنا فرصة
لما الشخص هذا يعني عنده نية في الترشح وعنده نية باش يكون على رأس الفيدرالية، أنه لم يكن بعيدا عن ما جرى في الكرة الإفريقية مؤخرا، ربما كان مطالع على كل صغيرة وكبيرة من أكيد هذا قلت لك أننا حنربح وقت كبير، حنربح وقت كبير متأكد، لأنه الناس هادو ما زال ما ترشحش رامي باركولو، يعني تشوف الناس هادو عاطين له قيمة ويعرفوا الوزن تاعو، وحنا اللي رانا هنايا حنا نضربوا نقزموا فيه ونضربوا في الشخص هذا ونضربوا في كفاءه تاعو ونضربوا في مثل ما حدث في 2017 مثل ما حدث في 2017. لكن اقول مره اخرى، الناس وراء السيطار معروفين، هما دائما وراء هذه الضربات هذه تحت الحزام، خاصه لشخص كفاءه عاليه، شخص قوي، شخص يقدر يغير من الكرة الجزائرية ويبعثها إلى ما يعني إلى مع الكبار يعني في إفريقيا، خاصة وأن هذا الشخص هذا يحظى بثقة كبيرة من الهيئة الكروية، من ناس يمثلوا الهيئات الكروية. لا نحن نتكلموا، إحنا ما ناش هنا على كل حال المنبر هذا، ما ناش يعني نعملوا لأي مترشح، إحنا رانا نهضروا الكلام واقعي، نهضروا على الذي يصب في مصلحة الكرة الجزائرية، صالح الكرة الجزائرية. احنا نشوفوا، انا شفنا في الإطار كما يقولوا العريضة الفنية تاع الفريق الوطني والكرة الجزائرية انه كاين استقرار، احنا ماذا بينا يكون رئيس فيدرالية اللي راح ينجم يكمل هذا العمل، وتكون انفيزيون بين المديرية الفنية ورئيس الفيدرالية، راح يكون عامل يعني كبير اللي راح يخدم الكرة الجزائرية. لماذا ننجموا نتقدموا كما قال مصطفى في غضون هذا السنتين، راح نخلف يعني الرطار اللي ضيعناه في هذا الخمس سنوات ولا ست سنوات اللي فاتت. نحن عندما نتحدث على الصراع الداخلي الموجود اليوم في 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 في, في الجزائر حول من يترأس على هيئة كروية في بلدنا، لا يجب أن نتحدث على هذا الصراع بمنأى عما يجري في القارة التي ننتمي إليها. نحن اليوم قلنا بأن البرنامج الوحيد والأوحد لرئيس الفيدرالية القادم هو كيفية إعادة الجزائر لهذه الهيئة والحفاظ على مكانتها التي كنا من قبل في نكتسبها من قبل. يعني اليوم أنت تحدثت على الفيدرالية الزومبية، ربما البعض ممن يريدون الترشح في الجزائر يقومون باتصالات هنا وهناك مع أعضاء الجمعية العامة لكي يعني يزكون برامجهم ويكونون في القائمة، قائمة 17. تأكد. أنا جاي على شيء آخر. أي برامج يا عندك فريق. عندك الحق مصطفى. تأكد بأن روراوة يتلقى في هذه الأيام مكالمات من رؤساء فيدراليات إفريقية، لا لشيء سوى لأنهم سمعوا بأن هناك إمكانية عودة روراوة إلى الفاف. تخيل ولاحظ الفرق بين قيمة هذا الرجل والكاريزما التي يتمتع بها إفريقيا وقيمة الذين يريدون منافسته محليا. أعطيك يعني حادثة وقعت في موريتانيا منذ سنتين يا عماد. هناك مدرب جزائري كان يعمل في موريتانيا، استدعاه في إحدى المرات رئيس الفيدرالية الموريتانية على مأدبة عشاء أمام المحيط، وعندما جلس الرجل المدرب الجزائري احتار بالأمر، ماذا يريد مني رئيس الفيدرالية الموريتانية؟ عندما جلسه ويعني جلس على مأدبة العشاء، تناول العشاء ولم يطلب منه رئيس الفيدرالية الموريتانية أي شيء. احتار المدرب الجزائري للأمر وتساءل في نفسه، لقد انتهينا من العشاء ولم يطلب مني أي شيء. ماذا قال له؟ قال له أنت يعني تسأل في قرارة نفسك لماذا أحضرتك ودعوتك لهذه المأدبة؟ قال له نعم، انتظر دائما ما المطلوب مني. قال له أنا لا أطلب منك أي شيء ولا أحتاج منك أي شيء، أنا فقط أردت أن أشم رائحة روراوة فيك لا أكثر ولا أقل. لأن هذا رئيس الاتحادية الموريتانية قال له لأنني تلميذ روراوة وتعلمت منه الكثير في تسيير شؤون الكرة وفضله
عالية في ترأس الفيدرالية الموريطانية كبير وكبير جدا. هذا هو روراوة إفريقيا يا معشر المخاذلين الذين اليوم تريدون يعني القيام بحملة ضد الرجل الذي رفع رأسنا عاليا وأدخلنا إلى المكتب التنفيذي للفيفا لأول مرة، وأخاف أن أقول لك لآخر مرة. إفريقيا عما يجري في إفريقيا، أعطيك بعض الأمثلة. المشكل الأخير الذي اندلع بين مصر والمغرب وقيام المغرب بأخذ الكثير من الأماكن الإدارية في القاهرة، هذا يخدم يعني كثيرا الجزائر. لذلك أنا أظن بأن حديث عن 27 أو 41 عضو 41 عضو. وهناك أيضا حديث حول إمكانية زعزعة مقر الكاف من القاهرة. تأكد بأن كل هذه المعطيات وبيان الاتحادية الزومبية والولاء الذي يمتلكه روراوة بالنسبة للاتحادية الموريطانية والليبية والسودانية، كل هذه الأمور يستطيع روراوة في ظرف وجيز أن يشكل لوبي جديد، يعني يستطيع بفضله أن يزلزل عرش ما هو موجود اليوم في الكاف. أيضا أعود دائما للذين يقومون بحملة انتخابية مضادة لروراوة ويذكرونك بهزيمة روراوة أمام لقجع في 2017، ليعلم هؤلاء الذين التحقوا بمتابعة كرة القدم حديثا، علينا أن نذكرهم بالتاريخ، ليعلموا هؤلاء بأن هزيمة روراوة لم تكن من لا من المغرب ولا من بلد آخر، هزيمة روراوة كانت من الجزائر. هذا أولا. ثانيا، هزيمة روراوة أمام لقجع كانت هزيمة لوبي أمام لوبي. روراوة كان في لوبي حياته، ولقجع كان في لوبي أحمد. سقط لوبي حياته وسقط معه كل الذين كان معه بما فيهم روراوة، يعني تزكية جزائرية. لذلك عليهم بأن يعلموا بأن في عالم كرة القدم وفي عالم السياسة ليس هناك صديق دائم ولا عدو دائم، هناك مصلحة. اليوم ما حدث مع لقجع في تلك السنة ليس بالضرورة يحدث هذه المرة، لأن موازين القوى تختلف. وأنا لدي بعض المعلومات بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنفانتينو بدأ يتفطن بأن موتسيبي لم يكن الحصان الذي راهن عليه في إفريقيا، وهناك إمكانية زحزحة موتسيبي من رأس الكونفدرالية الإفريقية، ولن يكون ذلك إلا بفضل تشكيل لوبي جديد. نستطيع أن نكون ورقة رابحة في هذا اللوبي بفضل رجل واحد اسمه روراوة لا غيره. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، مش بخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا فيديو جديد. تيما مغرب.